يعني إذا أنت رايح مطعم مندي تطلب بيتزا ليش؟ ومرحبا أصدقائي من Lucky Pot of Quality، واليوم موضوعنا بأنه شلون نختار المطاعم بدون ما نسمم. وليش هذا الموضوع مهم؟ هو مهم لأنه شقد ما صرفت بالوجبة أو بالمطعم هو لا يقارن بمصاريف الأطباء والعلاج والضغط النفسي اللي تواجهه إذا أنت أو واحد من عائلتك أو أطفالك تمرضوا. واحدة من الأشياء اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار، مثلا إذا أنت عاجبك أكلة معينة روح للمطعم المتخصص بهاي الأكلة ولا تطلب غير شيء. يعني مثلا إذا أنت مثل ما قلنا رايح المطعم مندي، لا تطلب بيتزا أو برجر أو سباكيتي، لأنه غالبا هاي الأشياء تكون مركونة عنده بالثلاجة مو بالمنيو الرئيسي مادة، يعني هو ما مستوق على مودها، والجراثيم والبكتيريا تنتعش بالأشياء المتروكة. فأنت عادياً من تدخل المطعم حاول تدور بالمدخل على الشهادات الصحية للمطعم وللعمال المتواجدين، غالباً حتكون وحتلقاها على باب المطعم أو بالمدخل القريب. أيضاً بالشهادة تشيك يا سنة تم التدقيق عليهم، هاي مهمة، يعني إذا كانت من هالسنة ومن السنة الماضية وما مدققين عليهم فيعني أكو مشكلة بالموضوع. وبعدين من تدخل المحل خذ لك نظرة عامة على المطعم، شوف المدخل شلونه، شوف الطاولات، شوف العمال شلون هم اللي يشتغلون، هل اللي يمسح الطاولات تكون بقطعة قماش وسخة ومن طاولة لطاولة فهاي مشكلة. إذا كان الناس اللي يشتغلون بالمطعم اللي هم أكثر تماس ويا الأكل وسخين، فأنت تخيل ما وراء الكواليس شنو دي يصير. إحنا إذا عاجبنا المطعم وبس شاكين من عندنا، وغالبا أنت صدق بحدسك أنت، فأول شي تسوي بأنه تقعد وتطلب شي ينشرب، وبعدها تراقب الوضع قدامك وحاول أن تدخل الحمام وشوف المستوى النظافة. غالبا مستوى النظافة بالحمام يدل بأنه أكو معناها متابعة وأكو تدقيق وأكو ناس تتابع هذا الموضوع، فهو حيطيك فد لمحة على مستوى النظافة. أكو أشياء سلامة الغذاء تعتبر خطوط حمراء، لو شقد ما نحاول نتغاضى عنها ونتجاوز ونقول لا شكو بيها وماكو مشكلة، لا أكو مشكلة، وفعلا حنصاب بتسمم غذائي، حشوف فورا ما تطلع من المطعم بالليل أنت إسهال ودوخة ومشاكل. فعلى مود نتجنب هاي الأشياء، مصلحتنا ومصلحة أطفالنا بأنه نركز على هاي التفاصيل، النظافة وطريقة تقديم الأكل والناس اللي يشتغلون هو مهم. أكو مطاعم جيدة جدا وأكو مطاعم مأساوية، إحنا نقدر نقرر ونختار الشي اللي يناسبنا. وإن شاء الله دمتم بصحة، معكم سندس خبيرة الجودة، مع السلامة.